أنا كان المفروض أنا البطل وزملائي شاهدين طبعاً. كنت أنا البطل بهذا الفيلم، إنما بقى حبيب قلبي يحيى الفخراني نحيت. أنا بس خرجت يدوبك أشرب سيجارة بتمرن على الدور، لأنه خرج ولم يعد، راح جاي يحيى الفخراني لادع الفيلم مني، بس أنا ما بتكلمش. إنما تقول إيه، الناس كلها عارفة. أستاذ حلواني تحب تضيف أي حاجة؟ في يمكن حاجة جمهور ما يعرفهاش، إنما أنا لأول مرة أصرح بيها. سعادتك عارفة المثل المشهور اللي بنى مصر في الأصل حلواني؟ لا، في الأصل دي اتحطت مؤخرا عشان تفرسني أنا، إنما هي اللي بنى مصر الحلواني. مين الحلواني؟ أنا بس، أنا ما بتكلمش، تواضع مني. يابا مش كده مشاكلنا، انت نازل خرط خرط يابا، مشاكلنا يا اخي. انت عمال تتكلم على نفسك وبس، مش معقول كده. ازاي ما انا بتكلم لانسه بقولها كل حاجه وما اعرفهمش دول. اتفضل اتفضل يا حاج. مش شكرين يا ابني، مش شكرين. حبيبة خاله، حبيبة قلب خاله، ألف مبروك عليكي. أنا كنت واثق إنك هترفعي راسي وتبقي مذيعة ناجحة. ميرسي يا خالو، الله يبارك فيك. ما عندكش فكرة يا خالو، أنا بجد بقالي كتير جدا مركزة مع كل المذيعات عشان نفسي أبقى بيرفكت أكتر منهم، بالذات أستاذة رولا خارصة وأستاذة لبنى عسل. طيب يا جماعة، بما إننا قاعدين كده مجتمعين وقاعدين قاعدة عائلية جميلة، أنا بفكر نعمل شركة إنتاج. بس إحنا مش بنفهم حاجة في الإنتاج يا بابا، احنا موهوبين بس في التمثيل. ده استثمار يا بنتي، افهمي كلامي. اسمح لي بقى يا بابا اسالك واعمل معاك انترفيو، ركز في ادائي يا خالو. استاذ حلواني، حضرتك عايز تعمل الموضوع ده موضوع شركه الانتاج عشان استثمار، ولا عشان عايز حد ينتج لك الفيلم بتاعك انت وزمايلك؟ خصالك يا لف، انت بتشك في نوايا بابا حبيبك؟ بعدين فيها ايه لما تنتجي لي فيلم انا وصحابي؟ انا عايز اعرف ايه الجديد اللي هتقدموه للجمهور؟ لا احنا مش هنعمل حاجة كبيرة، يعني هنعمل حاجات ملمومة كده في القنوات الشعبية. والأولاد برضو يعني هيبقى لهم شغل وهيستنفعوا معانا. انا همسك الحسابات. انت متخلف يلا، حساباتي انت صغير يلا. صغير يا اخويا بس بحاج. تحير ايه يالا؟ محدش يعرف يحيرني، محدش يعرف يحيرني يابا. في ايدك كده، محدش يعرف بس حيارني. ولا عاجبك كده يا بابا الفايت اللي عملتها بين الولاد؟ وخاله كمان دخل معاهم بالطريقه السوكيه دي؟ مش ممكن. انتوا مش جعانين يا جماعه ولا ايه؟ انا جعانه قوي. انا سامع حد بيقول جعان. يلا يا حبايبي، عامله لكم بطاطس بالكاري ورز بدبسي الرمان. رز بدبسي الرمان؟ يا كانت بيبسي ما عرفتش تعمله بالرمان، هتعملي انت بالرمان؟ يلا يا قاضي تعالى يا واد، الدوامه كله يا ولد. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم لهفه شو على اذاعه الشرق الاوسط. معانا النهاردة إهداءات كتير قوي قوي. أول إهداء معانا هو من معتز لياسمين، وكمان ببعت بوسة كبيرة قوي لليلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنقول لكم متشكرين على حسن متابعتكم، ونشوفكم تاني في نفس الميعاد بكرة في لهف شو إذاعة الشرق الأوسط. أنفع برضو من ذيعة راديو. علوة تعالى يا حبيبي قلبي، تعالى اتفضل بقى هنا. معانا النهاردة طفل جميل هنستضيفه في عيد الطفولة، وهنسأله اسمك ايه حبيبي؟ حمادة. قولي بقى يا حمادة، الطفولة بتمثلك ايه؟ فيش حاجة بتمثلها لي.
طيب قولي بقى يا حماده، ايه احلى ماده بتحبها في المدرسه؟ انا ما بروحش المدرسه اصلا عشان احب مواد. لا لا، اكيد في ماده معينه انت بتحبها. يا ستي بكرههم كلهم. اطلع بره بقى. لا لا لا، اطلع بره خلاص. بابا من فضلك خد علوه عشان فصلني. يا ستي روحي كده، مش ممكن، مفيش اي حد بيديني اي هلب في العيله دي. كتب عندك. اديني بكتب. عايزين ترابيزه مطبخ كبيره قوي. ترابيزه؟ وكمان محتاجين حوالي 30-40 ازازه مياه غازيه ساقعه. ماشي، مياه غازيه عشان هيجينا زباين طبعا، ومحتاجين كمان اعلان كبير ينزل من البلكونه نكتب عليه اسم الشركه وحاجات تنور بالنيوم. يافطة نيوم؟ اكتب كده يعني؟ نيوم نيوم. ايه تاني؟ ثانيه. أو مين؟ أهلا 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 أهلا، والله العظيم بجد؟ تحت أمرك طبعا طبعا، شيء يسعدني. اديني بس العنوان بتاع الاستوديو النهاردة الساعة 9. أوكي عيني، حاضر. إيه ده؟ مين دي يا حلوان؟ واحدة طلبتني دلوقتي، عايزيني يا ستي النهاردة. قال يعني أنا عايزيني النهاردة عشان برنامج بتاع الأستاذ عمرو الليسي. أنت بتقول عمرو الليسي؟ مش ده بتاع المأساويات والعشوائيات؟ يا لهوي، أنت جاي تشحت علينا يا حلواني؟ أشحت عليكم إيه؟ وأنت هتشحت عليكم حاجة؟ أنا طالع طالب بحق الناس اللي حقهم مهضوم. قصدك الكومبارسات بتوعك؟ قصدك الممثلين القديرين المنسيين. تخيلي بقى النهاردة أنا هطلع بإذن الله في التلفزيون مع الأستاذ عمرو 3 ساعات. يا أستاذ، بونجور يا أستاذ. ازيك ازيك، عاملة ايه؟ ازيك، أنا لهفة، مش فاكرني؟ اه فاكر. اللي عملت كاستنج على النشرة الفنية. تمام. هم ما كلموكيش؟ لا، هو الحقيقة محدش كلمني، بس أنا بحب دايما أجي قبل ميعادي لأن أنا الالتزام في طبيعي. تمام تمام، ربنا يوفقك. ميرسي، ربنا يخليك. هي الأوضة بتاعتي اللي أنا هقعد فيها فين؟ ولو بعد إذنك محتاجة حد بس يفهمني لو أنا هسأل الضيوف أسئلة محرجة ولا هبقى لزوزة معاهم، يعني هعمل إيه بالظبط؟ معلش يا لهفة، بس أنتِ مش هتعملي حاجة. لا مفيش مشكلة، لسه في وقت، يعني ممكن مثلا أذاكر. أنا صدقني أنا ذكية جدا. معلش يا لهفة، بس أنتِ مش هتصوري. هصور بكرة؟ لا، هو المخرج جاب خطيبته هي اللي تقدم البرنامج. خطيبته؟ اه معلش يا لهفة، والله انا قلت لهم يكلموكي كذا مره علشان ما تدبيش المشوار على الفاضي، بس الظاهر ان هم نسيوا. لا ولا يهمك، انت مش ذنبك حاجه. معلش، تتعوض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ممكن اشوف شغلي؟ بس اتفضل، ربنا يوفقك. يا رب يا رب البرنامج يفشل، ولو اتذاع يتذاع 3 الصبح عشان ما حدش يشوفه، ويا رب المخرج ده يفسخ خطبته وما يلاقيش ولا واحده يتجوزها كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. عارف مين حضرتك؟ استاذ عمرو الليسي. ايوه فندم. اهلا وسهلا. اهلا. انا فندم الحلواني. لا يا فندم، المطبخ بتاع الحياه الاستوديو اللي قدامنا حتى. انا فندم اسمي الحلواني. نقيب الكومبارس. فاكر الكومبارس. اهلا بيك. طب اتفضل يا فندم، اتفضل. احنا دقايق على الهواء، اتفضل يا حضرتك. نقيب الكومبارس. ايوه فندم. 4 3 2 1. هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. احنا دايما في بوضوح لسان حال جميع المصريين. من ساعات قليله خرجت مظاهره كبيره قدام وزاره الثقافه قام بيها مجموعه من الكومبارس. خرج المتظاهرين بيقولوا يسقط حكم المنتج. خرجوا يقولوا الليله الليله، الكومبارس هم الليلة. النهاردة احنا عاملين هذه الفقرة مع أستاذ حلواني. أيوة. أحد المتظاهرين في هذه التظاهرة. سيادتك قلت لي نقيب الكومبارس. الكاميرا اللي بتصورني فين؟ دي ولا دي؟ ليه يا فندم؟ عشان أبقى عارف أنا فين. لا أنت باين، بس الكاميرا بتاعت سيادتك هي اللي في وشك. زي الكاميرا فندم؟ شكرا فندم. أبدأ؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة
احنا النهارده يعني انت هتخطب سيادتك؟ بص لي انا حضرتك وقول لي مشكلتك ايه، عملت المظاهره ليه؟ ما انا مع سعادتك. لا 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 حضرتك بص لي انا مش للكاميرا، بص لي انا حضرتك كلمني وبعدين حضرتك خش في الموضوع من فضلك. احنا يعني الفخره ليها مده زمنيه يا فندم. 45 سنه كومبارس، من حقنا احنا نمثل افلام، ما بنمثلش، بنقف ورا الابطال نعمل كده ونعمل كده.